السلام عليكم اخوتي. هذا الا بغيتي دوز البيرمي ديال الموتور، على الموتور باش كيتعلموا، باش كيتعلموا، باش كيتعلموا الناس هنايا كلشي جديد. الموتور زوين كلشي جديد، كل عمر واحد تقريبا دوز البيرمي. واحدة ماركة أخرى عاوز، واحدة أخرى، واحدة أخرى عاوز، على أخر الأيه، على أخر الأيه. هذاك اللي الكبير هذاك بي إم في هو اللي كيعلم الناس، وهذاك الأخر ديال البرميل الموتور السكوتر، هاو باش كتعلم السكوتر. لو بغيتي تعلم السكوتر دوز البرميل السكوتر. أنا كلشي بالبرميل، ما كاينش شي موتور بلا بيرمي في هولندا، حتى الموتور صغير كلشي بيرمي. انا الموتور شي حاجة ديال ليه، هادو كي تي ام، هادا هادا واخيلا العرلي، وهادو كلهم مية مية جدادين، يعني كلشي 600، وهاداك 1400 سي سي، هداك الكبير راهو باش كيدوزو ليه. دوز البيرمي ديال الموتور في هولندا خصك بعد عامين ولا عام ونص باش تجيبو. هو صعب حاجة، صعب البيرمي، صعب هو على ديال الطونوبيل. يابا هاهي هاد الشركة هادي ديال البيرميات ديال سيارة التعليم. فوالا هادوك الناس في مغربي كيتقاتلو على البيرمي ديال الدوكير ديال تريبورتور. قال ليك واش هذاك موتور وحده، هذاك راه قتال. يلا اللي بغا يدوز البرمي يجي مرحبا به، انا مستعد على واحد عام ديال التدريب ولا عام ونص باش نمشي تجيبو ديال الموتور في هولندا. هما هذوك اللي كي يديروا هذوك. المهم